بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بقى في التكبير. إحنا خدنا التحويلات اللي فاتت سواء كان انتقال أو دوران أو انعكاس أو انعكاس، كلها تحويلات بتخلي الشكل قد صورته، يبقى اسمه تحويل أيزومتري. أيزومتري يعني بيحافظ على الأبعاد وعلى الزوايا. النهاردة بقى هناخد تحويل بيكبر، زي كده لما تيجي تتصور، طبعا مش ممكن جسمك ده كله هيتصور في صوره صغيره او في نيجاتيف صغير اللي هو موجود في الصوره اللي هو بتاع الفيلم يعني. فانت التكبير عندنا بيبقى ليه حاجتين، اول حاجه له مركز ومعامل. مركز وله معامل قياس. المركز بتاعه هنفترض ان التكبير بتاعي مركزه اهو ده، والمعامل بتاعه هو 2 مثلا. هبص الاقي، بصوا كده عد مربعات، هتلاقي هنا مربع ونص، تمام؟ عد هنا 1.5 2.5 اهو. يبقى المربع ده، المثلث ده كبر ولا ما كبرش؟ كبر قده مرتين، عملت له تكبير. طب هل ممكن يكون كبير وانا صغره؟ ممكن يكون المثلث بهذا الشكل وانا اعمل له تصغير، يبقى هنا كده صغر. حطيت المربع الصغير على المربع الايه، المثلث الصغير على المثلث الكبير. يبقى المثلث عموما لما احب ارسمه، لما يكون ليه صوره، لما يكون في عندي محاور احداثيات بهذا الشكل، لو انا عندي مثلث زي اللي رسمناه عايز اجيب صورته بتكبير مركزه النقطه دي، نقطه واو او نقطه جيم، معامله 2 او معامله 3، يبقى معامله 3 راح واخد البعد ده وامشي عليه قده 3 مرات من اول جيم لغايه هنا. يبقى لو ده 2 سنتي يبقى ده كمان 4 سنتي، يبقى كلهم 6 سنتي، تمام؟ وهنا نفس القصة، واروح موصل ده كده. يعني لو ده سنتي ونص يبقى ده قده مرتين 3 سنتي، يبقى كلهم قده 3 مرات. يبقى انا كده المثلث الصغير ده عملت له ايه؟ تكبير، زي كده ما بتشوف البروجيكتور اللي هو بيعمل شاشة كبيرة قدامك، تمام؟ بيقولوا على معامل التكبير، احنا قلنا هنا هو مركز التكبير اسمه ايه؟ اسمه جيم. ومعامل قياسه اللي احنا عملناه هنا 3، يعني صور او اطوال الصوره قد اطوال الشكل الاصلي اللي عندي 3 مرات، تمام؟ لما يجي بقى يقول لي اي نقطه سين وصاد، عايز اجيب صورتها بتكبير مركزه نقطة الاصل واو ومعامله 3 × 2، يبقى على طول الصورة اروح ضارب السين دي في 2 واضرب برضو الصاد في كام؟ في 2. يعني مثلا لما تكون عندي نقطة زي ديت اوجد صورة النقط 2 و4 1 و6 -3 و0 بتكبير معامله 1.5 ومركزه نقطة الأصل اللي هي واو. بكل سهولة النقطة الأولانية اللي هي -3 اللي هي 2 و4، يبقى على طول 2 و4 صورتها أروح ضارب الاتنين في 1.5
يطلع بثلاثة، واروح ضارب الأربعة بواحد ونص تطلع بستة، يبقى النقطة 2 و4 صورتها 3 و6. طب النقطة 1 و6 صورتها الواحد اضربها في 1 ونص يبقى 1 ونص، وال6 اضربها في 1 ونص يبقى 9. النقطة سالب 3 و0 يبقى سالب 4 ونص لما اضربها في 1 ونص، ولما اضرب ال1 ونص في 0 يطلع بايه؟ بصفر. كده يبقى احنا جبنا صورة اي نقطة باستخدام التكبير، وبالتالي لما يكون عندي اي شكل ممكن اجيب صورته باستخدام التكبير. حضراتكم عايزينكم تحلوا لنا واجب تمرين صفحة 118 و19 118 و119 من رقم 1 الى رقم 6. طبعا هتلاقوها كلها اشكال، هتجيب صورة اي شكل في ال هتجيب صورة أي شكل باستخدام اللوحة اللي قدامك، حاول تعمل لوحة زيها. وبكده يبقى تم الانتهاء من المنهج المقرر. كل عام وانتم بخير، وطبعا واجب عليكم ان كنتم تراجعوا الدروس، وأي شيء فيه مشكلة اتصل بالمدرسة للاستفسار. والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وانتم بخير.